ضيفي في فحص شامل النجم هاني سلام. بالعيادة المختصة الليلة عنا أي نوع من الفحوصات عبالك تخضع له؟ قلب. هاني بتخاف تسمع نبضات قلبك؟ العضلة الوحيدة اللي ما تقدريش تتحكمي فيها هي عضلة القلب. ليه طالع عليك الصيت إنك زير نساء؟ أنا مفهوم الحب بالنسبة لي مفهوم أشمل، بلاش نلخص مفهوم الحب في الجنس. فحص شامل، الفحص من القلب إلى القلب، مع راغدة شلهوب، الفنان اللي بتحب تشاركه بعمل آسر ياسين وأحمد عز. أحمد عز. بين السقا ومحمد رمضان. السقا. بين نيكول ونيلي. نيكول. وننتقل إلى عيادة الأنف الأذن والحنجرة. لا ولا عندي فيسبوك ولا عندي تويتر ولا عندي إنستغرام. هل تعتبر مسلسل الداعي عملا دينيا؟ هو كان تنويري في الوقت كمان اللي نزل فيه. تعرضت للتهديد. هو مالكش دعوه يا هاني، يا سلامة دينا كدعايه. قلت انه مسلسل نصيبي واسمتك رح ينحسب لك بتاريخك الفني. نصيبي واسمتك كان 15 حدوده، يعني لعبت 15 كاركتر. الغرور صفه موجوده بشخصيتك. المره دي حد قال لي هو انت حتى وانت ساكت شكلك مغرور. أسوأ كابوس واجهته بحياتك؟ كنت نايم ومش عارف اتنفس. هاني عنده ثقة عالية جدا في ذاته، دايما عنده ولاء لمن مد ايده اليه في يوم من الايام، بيعرف يلم اوراق. شرفنا بيك يا دكتور. كل بني ادم في الدنيا مسؤول عن اختياراته. فحص شامل مع راغدة شلهوب، غدا العاشرة مساء فقط وحصريا على الحياة.